صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا اليوم، ان شاء الله يكون نهاركم مليان بالخير والصحه والرزق. اليوم رح نعمل اكلاتنا من الساحل السوري، رح نعمل برغل بالحمص اكيد مع الدجاج المسلوق، ورح نعمل كمان سلطه البازركان اللي هي المكون الاساسي فيها الشنجليش او السوركه. رح نبلش اكيد بالبرغل بالحمص. عندي هون بالطنجره عندي معلقتين كبار من السمنه، هي السمنه نفسها اللي قليت فيها انا البصلات هدول الصغار قليتهم. بحب ضيف دائما اي اكله فيها حمص بحب ضيف معاها البصل المقلل، البصلات الصغار خصوصا انه هلا موسمهم يعني بتلاقوهم بسهوله، فبتعطي شكل حلو وطعمه كثير طيبه وكمان اكيد فائده مثل ما كل مره بنحكي. عندي هون نفس السمنه اللي قليت فيها البصل، رح بلش اقلي فيها كمان حبه بصل صغيره. هلا اذا مو متوفر عندكم البصل الحب الكامل وما بتحبوا تضيفوه على الوصفه، خليكم ببصله حجمه وسط مقطع كثير ناعم. يعني انا كل الاكلات البرغل المجدره هالقصص كثير بحب قلي البصل بصله ناعمه وادمجها هيك بقلبها بتعطيها طعمه كثير طيبه. واذا شايفين البصل مفروم كثير ناعم لحتى تدوب عندي بقلب الوصفه واكيد ما تطلع لي حبات بصل او قطع بصل تكون خشنه، بنفس الوقت تعطيني طعمه كثير طيبه. هلا هون بس بلشوا البصلات يتبلوا عندي البصل الناعم، رح نزل عليه هون كوبين من البرغل. البرغل بغسله وبصفيه وبستعمله دغري، ما بده نقع اكيد، يعني دائما بذكر بهي القصه انه البرغل من يعني من منتجات القمح اللي بتستوي فورا فما بدها انه انقعها. هلا هون رح نزل البرغل المغسل والمصفى كوبين، وطبعا الدجاج سلقته من قبل. هلا في وصفات بيحطوا الدجاج مسلوق مثل ما هو، يعني بس بنسلق الدجاج ومنحط قطع الدجاج فوق البرغل بالحمص وهن مسلوقين، بس انا بحب قليهم شوي. هلا رح لكم كيف. طبعا مرقه الدجاج اللي سلقت فيها الدجاج فيها البهارات اللي بدكم اياها، الباقه العطريه اللي هن رح ارجع اذكر فيهم على السريع. عندي عود قرفه، عيدان من القرنفل، ورق غار، حب هيل اذا موجود، حب فلفل ابيض كمان اذا موجود، وبحط بصل وثوم فريش او مجفف، وحطيت كمان حبتين من اللومي مع هون الوصفات الشرقيه بيلبق معاها اللومي كثير. هلا هون بعد ما قلي البرغل شوي رح ضيف الحمص، طبعا الحمص كمان مسلوق من قبل بوقت. هلا هون لكوبين البرغل عيرت 3 كوب من مرقه الدجاج اللي سلقت فيها، بدي استناها اكيد لتغلي. هون رح حمص البرغل لبين ما تغلي عندي المرقه، رح ضيف الملح. دائما وقت بسلق الدجاج انا ما بحط ملح، بملح وقت يعني بقلب الطبخه بملح، وحط فلفل اسود. دائما بستعمل الفلفل الابيض بس مع البرغل الفلفل الاسود بيطلع اطيب كثير. هلا هون اللبون شوي، بعدين رح ضيف كوبين من الحمص المسلوق. هلا قلت لكم انا فينا نضيف الدجاج مثل ما هو مسلوق بس، يعني بعد ما يستوي خلص بحطه على الوش، بس انا مثل ما قلت لكم يعني بحب هيك اعمل حركه تعطي طعمه، يعني انا بالنسبه لي بشوفها هيك اطيب شوي. بمقلايه رح ضيف ربع كوب من زيت الزيتون وممكن تكتروها حتى. هلا هاي رح بلش قلي فيها قطع الدجاج. هلا بس يبلشوا ياخذوا لون كثير خفيف رح رجع البصلات عليهم، البصل اللي قليناه من قبل رح رجعهم هيك تقليبه على السريع، ورح حط ملح وفلفل اكيد لانه مثل ما قلت انا الدجاج مو مملح عندي. هلا هون رح حط الملح والفلفل وبس يبلشوا ياخذوا لون رح ضيف البصلات عليهم، وهي اخر شيء رح حطها على الوش بعد ما تستوي مع الزيت تبعها، يعني بتطلع اكيد اطيب بكثير. هلا هي التفاصيل يعني رح نرجع نذكر فيها بالفقره الثانيه او نحكي فيها بالفقره الثانيه، بيكون البرغل عندي تقلى شوي وبتكون المرقه غليت عندي وضفت على البرغل وكملت طبخهم يعني بشكل عادي ونظامي. جديد وهلا صار الوقت لحتى نكمل وصفتنا. اليوم عم نعمل برغل بالحمص واكيد مع الدجاج المسلوق، ورح نعمل سلطه البازركان. خلينا بالبرغل بالحمص، البرغل عندي استوى اكيد، دائما لما بدكم تقلبوا هيك شغلات قلبوها بالشوكه لحتى
ما تتخبص معكم، ما تنهرس معكم الحبات. هلا بعد ما نخلص، انتوا اذا من النوع اللي بتكون تقدموها وتحطوا الدجاج مسلوق فوقها، بس بتسخنوا تقريبا ربع كوب لهي الكميات من زيت الزيتون وبتحطوها على الوش. اذا بتكون تعملوا مثل وصفتي، بعد ما سلقت الدجاج حطيت ملح وفلفل اسود ورجعت البصلات اللي قليناهم مع بعض مع كمية منيحة من زيت الزيتون تقريبا ربع كوب، ورح نزلهم كلهم هدول لحتى ياخذوا من طعمات بعض. وهلأ هيك طبعاً أنتوا فيكن تعملوا هاي الحركة بصحن التقديم أو بالطنجرة. هلأ رح أرجع غطيها، طفي تحت البرغل وصار جاهز. ما بتخيلوا الطعمات قدية طيبة وريحة قدية طيبة. خلينا نروح على السلطة. عندي حبتين من البندورة المقطعة يعني مكعبات وسط، ورح أضيف كمان حبتين من الخيار كمان يعني يكونوا نفس الحجم، ورح أضيف كمان عندي الفليفلة، حبة فليفلة. هلأ بالعادة بيحطوا فليفلة حدة، بس أنا بعرف إنه هون مو كل بيحب الحد، حتى بالبيت يعني الأولاد ما فيني طعميهم شي حد، فهي بترجع لإلكم. أنا استعملت فليفلة ملونة حلوة، يعني كمية حبة، حبة واحدة من الفليفلة. عندي هون حبتين من البصل الأخضر كمان المفروم ناعم. البصل لازم ينفرم ناعم لحتى ما تطلع قطع بصل كبيرة بقلب الوصفة. إذا ما عندي بصل أخضر ممكن استبدله أكيد بالأبيض، بس فرموه كتير ناعم. عندي ربع كوب من النعنع الفريش كمان المفروم ناعم، ورح أضيف. هلأ هاي السلطة ما فيها كتير دريسينج لأنه هي كافية إنه بس حط عليها زيت زيتون والملح والنعنع أكيد. خليني حط النعنع اليابس كمان معلقة كبيرة، وعندي رح ملح، الخضرة، بس ما تنسوا إنه السوركة أو الشنجليش بيكونوا مالحين، فيعني انتبهوا على هاي القصة. هلأ هون رح أضيف هاي السلطة كتير بتحب الزيت، فرح أضيف كمية من الزيت هون، ورح أرجع على الوش أرجع أحط كمية وقت التقديم. هلأ السوركة أو الشنجليش يعني فيكم تستعملوا اللي موجود عندكم اللي بتحبوه. هلأ هي بتختلف بين بالحليب المستخدم لنعمل السوركة، يمكن من البقر، الشنجليش من الغنم، بتكون دسامته أعلى. وقت التنشيف يعني السوركة هلأ إذا بتكون تشوفوا بتكون طرية، يعني وقت التنشيف تبعها. طبعا أنا يعني نقيت وحدة مغلفة بالزعتر وحدة بال فليفلة، وإجمالا بتكون هي الفليفلة شوي حدة. بتكون السوركة طرية. هلأ رح نشوف كمان جبت شنجليش لحتى تشوفوا كيف الفرق رح يكون. رح ضيف نص هي الحبة والباقي زين فيها على الوش. هلأ هون هدول رح خلطهم لأنه السوركة طرية عندي، رح تنخلط منيح مع الخضرة. بس الشنجليش كيف بدي ضيفه على الوش؟ هي الشنجليش بتكون هيك قاسية، يعني قاسية كتير، ممكن أعملها هيك شيفينج او اعملها شرائح وحطها على الوش. هلا رح احط حبه بقلبها والباقي رح زين فيهم على الوش. سلطه كثير طيبه، ووقت التقديم يعني بعد ما اسكبها بالصحن رح ارجع احط عليها كميه من زيت الزيتون. وصفاتي صاروا جاهزين، بس بقيان نقدم لكم اياهم اكيد باخر الحلقه، رح تشوفوا كيف رح اقدمهم. لوقتها رح نرجع نتابع باقي فقرات صباح الخير، وبرجع بلاقيكم بنهايه الحلقه. يسعد صباحكم عن جديد. صار الوقت لحتى تشوفوا اطباقي بشكله النهائي. اليوم عملنا برغل بالحمص، بقيان يعني بس حط هيك رشه بابريكا على الوش بتعطيها اكيد طعمه طيبه وشكل حلو. والسلطه البازر كان كمان مثل ما قلت وقت التقديم برجع بحط عليها زيت زيتون، بتتحمل زيت زيتون يعني بتحب زيت الزيتون كثير. ان شاء الله يكونوا اطباقي لليوم عجبوكم، جربوهم وتخبرونا، وبشوفكم السبت بوصفه جديده.